مرحبا بكم في حلقه جديده لريكابسيا وحوصله جديده لاخبار النادي الافريقي. غدوه السبت 22 أوت 2020 دونك النادي الافريقي باش يتحول لبنزرت باش يقابل نادي بنزرت في اطار جوله 21 من بطوله كره القدم. ماتش هام برشا بالنسبه للنادي الافريقي وكيف بالنسبه لبنزرت تلعب من اجل تحديد النزول، لكن النادي الافريقي زاد يلعب من اجل مركز يرشحوا لي بطولة إفريقية. دونك باش يكون ماتش كبير وماتش صعيب على الفريقين، لكن النادي الإفريقي أكيد باش يسعى باش يرجع بثلاث نقاط إن شاء الله. وبالنسبة للماتش هذا كان الكوتش لسعد مريدي واجه الدعوة ل 21 لاعبي واللي هما في حراسة المرمى نور الدين فرحاتي، عاطف الدخيلي، سيف الدين شرفي، المدافعين اسكندر العبيدي، حمزة العقربي، وبالتالي أدم الطاوس، شهاب الصالحي، غازي عبد الرزاق. ووسط الميدان عندنا شهاب العبيدي، وسامي يحيى، خليل القصاب، ورودريك كوسي. في الهجوم عندنا بلال الخليفي، وجدي الساحلي، زهير الدوادي، ادريس الطبوبي، كارلوس شباريا، صابر خليفه، باسيرو كومباوري، ولؤي العلي. كما لاحظتوا ثم زوز غيابات في القائمه هذه، واللي اهمها احمد خليل اللي كان حصل على الانذار الثالث في ماتش تطاوين، بالتالي مش باش يكون حاضر. وزاد منذر الكياسمي اللي عنده مازال عنده شويه اوجاع، دونك مش باش ينجم يكور غدوه الحد. في التحضيرات الماتش هذا كان الكوتش لسعد مريدي عول برشا وركز برشا بلوتو على الجانب المعنوي للاعبين، وكان عنده فيزيوناج عاودوا شافوا شويه مباريات اخرى وماتش تطاوين ومباريات تاع بنزرت، وكان حكى مع كل لاعب على حدة وركز على بعض النقاط اللي لازم تتصلحهم بين اللاعبين. حكى معاه اللي هو صابر خليفه، كما تعرفوا صابر كان ضيع ضربه جزاء في ماتش تطاوين واللي كان اثر على معنوياته شويه، كان متغشش برشا ومستاء، لهذا خلى لسعد مريدي يحكي معاه مطولا. دونك ونحكي معاه على اساس باش يتعدى يعني الماتش هذاك ويركز في الماتشات الجايه، وان شاء الله في الماتشات القادمه يقدم ما خير ما قدموا في ماتش تطاوين. نعطيكم بالتالي التشكيله المحتمله اللي باش تلعب الغدوه الحي في ماتش بنزرت وهي اقرب ان شاء الله. في حراسه المرمى كالعاده انا عاطف الدخيلي، في الدفاع انا حمزه العقربي، اسكندر العبيدي، غازي عبد الرزاق، وادم الطاوس الرباعي كالعاده. في وسط الميدان هو اللي تم المفاجاه هنا اللي هو وسام يحيى، خليل قصاد، ورودريك كوسي 99% باش يكون هو حاضر اساسي في ماتش غدوه. وفي الهجوم عندنا صابر خليفه، بلال خليفي، وباسيرو كوباوري. نعطيكم دونك برنامج غدوة الحي، مش كان الفوت يلعبوا حتى البنات في الهوند والباسكت وفي الهوند الاولاد زي يطوروا غدوة الحي. دونك في الكرة في كرة القدم كما تعرفوا بون حكينا عليها، نادي بنزرت نادي افريقي غدوة الاربع مصر العشية توقيت تونس في ملعب المبصيري. وفي كرة اليد إناث الدور نصف النهائي للبطولة الوطنية كرة اليد السيدات بين النادي الافريقي وامل الرجيش، الماتش باش يلعب في قاعة الحمامات السبت نتاع العشية. في نفس الوقت نتاع العشية يلعبوا الأولاد زادة في الجورجاني ديربي العاصمة، نادي الإفريقي والترجي في تونس، وكنا حكينا ديجا على الماتش هذا في الحلقة اللي فاتت، ونذكروا بأن نادي الإفريقي باش يلعب في الأصغر والأواسط بوسكو الأولاد الكبار ما رجعوش. يكون وصلنا لآخر حلقة ريكاب سيا، إن شاء الله نتعاودوا نقابلوا مع بعضنا غدوة الحي إن شاء الله قبل المهم بعد الماتشوات. بالتوفيق لنادي الإفريقي إن شاء الله لثلاثة فروع يحققوا الانتصار. ما تنسوش أنتم بالطبيعة تشتركوا في القناة وتشغلوا لي نوتيفيكاسيون، وتابعونا ديما على الموقع الرسمي تاعنا كلوبيست.نت ولا صفحة رسمية كلوبيست.نت، وبالطبيعة على ريكاب سيا على اليوتيوب. شكرا للمتابعة، نتقابلوا غدوة إن شاء الله.